وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس قدمت حصيلة أنشطتها في المدينة المقدسة خلال شهر رمضان الكريم التي شملت على الخصوص برنامج التنشيط المجتمعي وعملية المساعدة الاجتماعية بغلاف مالي نهز 250 ألف دولار. الوكالة تمكنت هذا العام من إسراج قناديل القدس بتمويل من المملكة المغربية في عملية رمزية شملت 10 مؤسسات مقدسية بمساهمة من جمعية المركز الثقافي المغربي بيت المغرب في القدس. يأتي هذا البرنامج في إطار إحياء ليالي رمضان وأيضا إحياء الثقافة المجتمعية لمدينة القدس الشريف وإحياء التقاليد المقدسية العريقة في هذه المدينة حتى تبقى متجذرة، وهذا من صميم اشتغال وكالة بيت مال القدس الشريف التي تشتغل تحت الرعاية الشخصية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتحقيق هدفها الأسمى وهو الحفاظ على الهوية الحضارية لمدينة القدس الشريف. وتضمن برنامج الوكالة لشهر الصيام إطلاق عملية المساعدة الاجتماعية الموجهة للفئات المقدسية المحتاجة بكلفة بلغت 100 ألف دولار، توزعت هذا العام على نحو 1000 من العائلات. هاي البرامج اللي فيها نوع من الترفيه والإحياء للثقافة الإسلامية في مدينة القدس هي بتساعد هاي الأهالي على التفريغ النفسي وأيضا على الصمود واستمرار الحياة في مدينة القدس. كل نشاط ثقافي في مدينة القدس هو تعبير عن الهوية المقدسية. فعاليات التنشيط الثقافي اللي كانت خلال شهر رمضان من قبل وكالة بيت مال القدس الشريف والمركز الثقافي المغربي، اللي أنا بنتهز هاي الفرصة إنه نعيد عليهم ونعيد على جلالة الملك والحكومة المغربية وشعبها العزيز على الجهد وعلى كل ما يقدمه في مدينة القدس. هاي الفعاليات بتزرع الهوية الثقافية في مدينة القدس. وشهد هذا العام تنظيم الملتقى الثاني للأشخاص في وضعية إعاقة تزامناً مع 12 أبريل الذي أعلنته الوكالة يوماً سنوياً لهذه الفئة، توج بتوقيع اتفاق شراكة لتمويل مشاريع تمكين ذوي الهمم مع الجمعية العربية للأشخاص مع إعاقة.